أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي. كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا؟ كيف نكون فخورين في وطننا؟ كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري إلى آخره؟ هذا طموحنا، ونستطيع أن نقدم كثير للسعودية وللعالم.